تايوان، واليوم إن شاء الله المحاضرة الجديدة هي التدفقات المالية. إن شاء الله ضمن سلسلة محاضرات الإدارة بالأهداف تمام. نستقبلكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الليلة جمعة، رحم الله أمواتنا وأمواتكم. حياكم الله أعزائي أخوتي وأخواني المتابعين لنا في هذه السلسلة. إن شاء الله تكونوا استفدتم في المواضيع السابقة، ونحن تقريبا في منتصف الطريق. هذه الليلة نركز إحدى التطبيقات، الإدارة بالأهداف. كما قلنا سابقا أن الهدف هو شيء منشود، باعث نفسي يحرك النفس للعمل للوصول إلى نتيجة معينة ضمن خطوات، وهذا الهدف عادة يكون مصاحب له الكثير من الموارد، من أهمها هو الوقت، الفكر، قد يكون المال، قد يكون مساعدة الآخرين، قد تكون أداة معينة مثلا سيارة أو مواد بناء أو كتاب. مثلا الهدف يكون التخرج بشهادة علمية، أو الهدف يكون أداء العمرة، أو الهدف يكون بناء بيت، أو أي من الأهداف التي نضعها لأنفسنا. نفكر أن هناك موارد، وعادة الناس يفكرون بالمورد المالي، لذلك خصصنا إحدى الجلسات في ما يسمى بإدارة التدفقات المالية Cash Flow Management. عادة هذا الموضوع يتم التطرق إليه في مجال الأعمال، ولكن الأعمال هي أهداف حياتنا. قلنا كيف نحول حياتنا إلى أهداف. من بين هذه الأهداف التي تتعلق بالموارد المالية، فإذا نبدأ الكلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طبعا هذا السياق في قصة نبي الله يوسف سلام الله عليه، بعد أن خرج من السجن ودار الحوار بينه وبين عزيز مصر، إذ قال له أريد أن أكرمك لأمانتك لصدق قولك. فاختار النبي الله يوسف أن يقدم نفسه. تذكروا أننا في أول ما بدأنا هذه السلسلة قال إني عبد الله. يجب أن الإنسان أن يعرف نفسه، يعرف ذاته، يعرف المهام والأهداف والقدرات الذاتية لديه. إن أراد أن يخطب فيجب أن يعرف نفسه، إن أراد أن يعمل يعرف نفسه، إن أراد أن يدرس يعرف نفسه. فإذا ماذا عرف نبي الله عيسى عليه السلام؟ قال إني عبد الله. هنا نبي الله يوسف عندما عرف بنفسه طلب شيئا، قال اجعلني، يريد أن يثبت ما لديه من صفات كمؤهل لشيء كبير. ما هو؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فجعل لنفسه صفتين، الحفظ والعلم. إذن إدارة الخزانة الدولة، إدارة وزارة المالية، إدارة المقدرات في ضمن الأسرة أو المؤسسة أو الجمعية الخيرية أو المسجد أو أي نشاط قد تكون مع مجموعة، وهذه المجموعة لها هدف، ولكن الهدف يحتاج إلى موارد مالية. قد تكون مع أسرته، تريد أن تبني بيتاً، تريد أن تسافر، هناك عنصر مالي. اجعلني على خزائن الأرض إشارة إلى أهمية إدارة المال. وسنأخذ من فرع من أفرع الإدارة المالية هي إدارة التدفقات المالية. سنشرحها نظرياً ثم نعول على المثال العملي كما قمنا بعملية التخطيط من قبل. سنقوم باستخدام برنامج الإكسل ل إعطاء مثال لعملية التدفقات المالية، وكيف ربط هذا النشاط بالأهداف لدى الإنسان. إذن التركيز على موارد الهدف شيء أساسي. من موارد الهدف، إن تذكرتم معي عندما قلنا في البناء، نطاق العمل يحاط بثلاثة عوامل: TCQ Time وهو الوقت لإنجاز المهمة، C Cost وهو القيمة أو كلفة هذه المهمة، ثم Q
quality أو الجودة في أداء المهمة، جودة الشهادة، جودة البناء، جودة تجربة السفر، الجودة في المعيار ما نقدمه. ونحن العرب للأسف قليلاً ما نهتم بهذا المعيار. فسنأخذ إحدى الأضلاع الثلاثة وهي الكلفة للمهمة. فإذا إدارة الموارد للهدف شيء مهم، تتضمن من ضمن قائمة الموارد الوقت والجهد والعضل والفكر والسيارة والكتاب والأصدقاء. أحد هذه العوامل هو المال، التخطيط المالي قلنا شيء مهم. عندما نخطط في المستقبل نضع في حسباننا أن بداية المشروع أو بداية المهمة أو بداية تحقيق الهدف هناك مورد مالي. ماذا عن المستقبل؟ ماذا بعد شهر أو شهرين أو سنة أو 7 سنوات أو 10 سنوات؟ كيف سيتأثر زيادة هذا المورد المالي أو قلته في تحقيق الهدف؟ ثم نختم الكلام بالمثال. فإذا في الخطة المالية شيء بسيط، لا نعقدها لكم، لا نستخدم البرامج المعقدة، إنما برنامج الإكسل في شطرين. الشطر الأول هو المدخول في مقابل الشطر الآخر وهو المصروف، ثم نحسب الفارق، ما يسمى باللغة الإنجليزية دلتا، الفارق بين بين المدخول والمصروف، شيء بسيط لنأخذ هذا في عين الاعتبار عندما نأتي إلى المثال. ما هي المدخول؟ قد يكون الراتب الشهري، قد يكون إيجارات، قد يكون ما يسمى بالجمعية التعاونية، قد يكون بيع شيء ما. أي مدخول مالي متوقع يجب أن أعينه في إحدى الأشهر 12 من 1 إلى 12 المعبر ما يسمى بالسنة المالية فيسكالية. قد لا يكون الشهر الأول من السنة، قد يكون بداية السنة المالية الشهر 5 أو 7، لا يهم بدايتها من ناحية الكالندر، من ناحية الرزنامة، لا، عندي 12 شهراً بدايتها ما هي المتوقع من مداخيلي في مقابل ما هي المصروفات. قد تكون من المصروفات الإيجار، مصاريف السيارة، أقساط، سفرة، إصلاح في البيت، قد يكون من المدخول بيع سيارة في مقابل شراء سيارة في المصروف. فإذا بكل بساطة سنختم هذا الجزء النظري ثم نفتح برنامج الإكسل. يجب الإحاطة بالمداخيل وتحديد ما له علاقة بأي هدف يتم إقراره في بداية الخطة المالية، كما يجب معرفة جميع المصاريف وجميع التوقعات في من خلال السنة، ووضع ما يسمى بالخطة، خطة الطوارئ. سنقوم بتمثيل هذا الشيء في بعد بضع دقائق. ومن المواضيع أو الأدوات التي عادة نستخدمها أسلوب ماذا لو، what if scenario، ماذا لو حدث هذا الحدث في هذا الشهر وتأثيره في الخطة المالية. الهدف يكون ذكيا، ولكن يجب وضع في الاعتبار أن الهدف الذكي يجب أن يكون ضمن ضوابط أخلاقية. وعادة عندما نعطي مثالا أن طفلا يذهب لشراء سكين من بقالة، إن أراد هذا التاجر المال الذي في يد الطفل سيعطيه السكين أو القداحة الولاعة، ويعرف خاطرها لدى الطفل. هناك ناحية أخلاقية في المعاملة، كما أن هناك ناحية شرعية، حلال وحرام، وهناك جنبة قانونية إن كان هذا legitimate قانونا يسمح به أو لا، مثل بيع حاشاكم المخدرات أو السجائر للأطفال أو أي حاجة مضرة. فإذا العملية المالية يجب أن تخضع إلى المعيار الأخلاقي، قد تكون قانونية وشرعية حلال ويسمح بها القانون، ولكن من ناحية أخلاقية كبيع السكين للطفل شيء ليس أخلاقي في مقابل المال. كما أن معاملاتنا المالية يجب أن تخضع إلى الشرع من ناحية الحلال والحرام كمسلمين،
وكذلك تخضع إلى قانون البلد أو المنطقة التي نحن فيها إذ هي الحاكمة. فنبدأ بالتطبيق العملي لما ذكرناه. هل ظهر لكم الإكسل شيت، برنامج الإكسل الآن متمثل بالخطة التي قمنا بها سابقا؟ هل هي أمامكم الآن، برنامج الإكسل؟ نعم أم لا؟ نعم ظهر. نعم ممتاز. فإذا ابتداء هذه الخطة التي قدمناها في المرة الماضية، وقلنا أن باستخدام برنامج الإكسل نستطيع أن نحدد الكثير من العمليات الحسابية والتخطيطية في برنامج الإكسل. هناك طبعا في المؤسسات والشركات وحتى الدول برامج متخصصة للإدارة المالية، ومن من أحد أدواتها هي إدارة التدفقات المالية أو ما يسمى cash flow management. فأنا سأستخدم شيت جديد في برنامج الإكسل ونقول هذا هو المدخول. اسمحوا لي أنا أستخدم اللغة الإنجليزية أسرع لي. income بمعنى المدخول في خلال الشهر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر. وكما قلنا أن ما يسمى بالسنة المالية fiscal year قد لا تتوافق مع بداية السنة الكالندرية أو الرزنامة التقويم. فإذا خلال الشهر الأول ما هي متوقع المداخيل بالنسبة لي؟ هل هناك راتب سالاري؟ ما هو هذا الراتب في الشهر الأول؟ أعطوني مثالك، أي مبلغ؟ سنعتبر الوحدة هي الدولار، و باستخدام عملة الدولار أعطوني أي أرقام من 1 إلى 1000، 10,000، لا يهم. ما هو الراتب عندما أفترض أنني لدي راتبا سأستلمه في الشهر الأول؟ كم هذا المقدار؟ $500، $1000؟ سألهم باب يفتح سألكم إلى المخزن هيستفادوا من $500. أرجو أن تكونوا معي مشاركين. فإذا فهذا هذا الراتب سينعكس على جميع الأشهر، باعتبار أنني بإذن الله تعالى سأكون على قيد الحياة في خلال 12 شهرا، وهذا الراتب المتوقع لي. ما المداخيل الأخرى؟ هل عندي مثلا استثمارات investment؟ في الشهر الأول هذا الاستثمار، مثلا لدي مزرعة أو محل الإيجار أو مورد مالي، كم هذا المبلغ؟ 100 في الشهر الأول، 0 في الشهر الثاني، 0 في الشهر الثالث، 40 في الشهر الرابع. أعطوني أي مبالغ، لا يهم. سيتتضح رؤية أسامة، إحنا يمن الملف غير شاشة غير محدثة حسب ما تد تكتب يعني. ربما هناك تايم لاج، وقت ليتم تحديث الملف. ما الذي تراه الآن في على الشاشة؟ يعني عندي بعد الملف الأول اللي فتحته بخصوص ال يعني ال استاذ اسامه العفو الاكسل ورك شيت بالضبط الملف القديم مفتوح. طيب القديم المعلومه الحاضر السابقه، نعم مال البلاننج نيو شير. اعتقد لازم ستوب شير الان. اي هذا اوكي، هذا نوثينج ذير. اوكي مسحت الشيت، لنعملها من جديد. income وهو المدخول، الأشهر 1 2 3 4
خمسة ستة سبعة ثمانية، وقلنا أن هذه الأشهر لا تمثل الأشهر السنوية، إنما تمثل ما يسمى fiscal year، السنة المالية. من المدخول هو الراتب salary، وافترضنا أنه 500 $500، فإذا هذا الراتب سيمتد على 12 شهرا. ماذا من المداخيل الأخرى؟ investment، استثمارات، مثلا عندي محل أو مزرعة أو أي مدخول ثاني. أعطي أرقاما اعتبارية على توقعاتي في خلال هذه السنة. طيب ماذا لدي من مداخيل أخرى؟ هل تقترحون شيء؟ يعني قد يكون هذا السؤال موجه للجميع، أي واحد يفكر بأي مدخل. لأن برينستورمين، يجب أن تفكروا معي لنعمل انعكاس لهذا التمرين على حياتنا. قد يقول لي إنسان أن في الشهر الفلاني سيأتيني هذا المبلغ، لا ضرر، سنأخذه كمثال. يعني ممكن واحد إذا ما يريد يتكلم يكتبها في الشات وأنا أقرأها للأخ الأستاذ. يعني ممكن تكون يعني رفع الدرجة الوظيفية. ممتاز، بروموشن. فإذا في أي شهر من الأشهر من الواحد إلى الاثنى عشر، أي شهر يعني ستأتي هذه الزيادة؟ شهر الثالث مثلاً. شهر الثالث. طيب الشهر الثالث ماذا سيكون الراتب الجديد؟ يعني مثلا 525. 525، ممتاز. فإذا انعكاس هذا على بقية الأشهر، صح؟ ماذا عندي الراتب والاستثمار؟ ماذا أيضا؟ ممكن أن يكون واحد عنده جوب ثاني، مثلا بارت تايم جوب، يشتغل مثلا بالويك إند أو بارت تايم جوب آخر. يعني بارت تايم كم؟ يعني ذاك 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 500، شنو 500 الراتب الشهري؟ دولار، 500 دولار. يا اخي هذا خطير، فقير هذا، كلش فقير. 500 دولار شنو؟ كيف هي ارقام في النهايه سيتضح المثال عند اكتماله. يعني قول 100 دولار بارت تايم جوب. يعني 100 دولار جميع الاشهر ام اشهر معينه؟ يعني اعتقد هذا بارت تايم جوب راح يكون فاريبل، يعني متغير، لأنه قد يكون هالأسبوع أشتغل يومين، الأسبوع أشتغل يوم، حسب يعني البزنس اللي يصير، صح ولا لا؟ يعني صحيح. كل إنسان يعكس هذا المثال على نفسه. بس ناخذ ستاندرد، ناخذ ستاندرد 100 باوند مثلا بالشهر أو 100 دولار بالشهر. طيب على جميع الأشهر بالضبط. طيب ماذا أيضا من مداخيل الأخوان اللي عنده مشاركة يكتبها ويقولها؟ يعني طيب سأبيع سيارة في الشهر، شهر خمسة سأبيع سيارة ب 300، ممكن. سأبيع أثاثا قديما في الشهر الثاني ب 40 مثلا، مكافأة محتملة في الشهر الخامس. الشهر الخامس مكافأة، ممتاز. فإذا بونص. ان او يو اس از ات بونص؟ يس. طيب متى ستأتي هذا البونص، هذه الزيادة أو التحفيز؟ يعني قلنا المكافأة في الشهر الخامس مثلا. في الشهر الخامس كم مقدارها؟ يعني 100 مثلا. 100، ممتاز. الشهر الخامس 100. بعد you could be having two more، يعني احتمال عندك مرتين بونص تعتبر، لأن تشنو كوميشن تجيك البونص. يعني سويت، ممتاز. المرة الثانية في أي شهر؟ يعني مثل بالتاسع الثامن. كم مقدارها؟ يعني فد 100 أخرى. 100 أخرى. طيب طبعا مداخيل ميراث من الأهل ورث، ممتاز. others
لا 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 هذه مو أدرز، هذه ورث يعني إجاك مرة واحدة يجيك. نعم نعم، لذلك سميتها أدرز، لأن يمكن تحت هذا البند يندرج مصادق كثيرة. الميراث نعم. سيأتي مرة واحدة، في أي شهر سيأتي؟ الأخت اللي كتبت ميراث ألف ألف، في أي شهر؟ يعني هذا الميراث جاء مرة واحدة، بأي شهر؟ بشهر السابع. بشهر السابع ألف. طيب بعد مداخل أخرى. طيب أنت جاي تحسب بس الإنكم طبعاً هسه الآن؟ نعم، يعني لأنه قد يكون أكو مصروفات مالية، هاي تعتبر من ضمن التدفقات المالية. نعم. نعم، هي صفحتان، فالصفحة الأولى سنعتبر فيها المداخيل. شي تسوي دكتور استاذ اسامه؟ سوي شيت من جوا، مو كل شيت 1، هاي البلس اللي لي جوا افتح شيت 2 وهكذا احسن. عندي هدف من وراها. اوكي جيد. اوكي، مساعده من الاهل عندك كذلك، وحده من الاذرز. ممتاز. 500 باوند بشهر 9. 500 باوند شهر شهر 9. اي هذه طيب. مساعده من اذرز، هاي طبعا جاي اقرا لك الشات، يعني الاخوات اللي يكتبون على الشات. ممتاز. فاذا خلال هذه الاشهر سيكون هذا متوقع المدخول، لاحظتم هذا متوقع المدخول. فاذا في هذه الاشهر استطيع ان اخطط اهدافي حول الاستفاده من وجود هذا النقد في خلال هذا الاشهر. لنذهب إلى الصفحة الثانية وهي المصروفات. ما هي المصروفات المتوقعة؟ إيجار؟ طب لا، يعني أنت عندك سيل لازم يكون باي كذلك، أنت بعت سيارة يجوز تشتري سيارة. ممتاز. لنبدأ بالإيجار، الإيجار كم شهرياً؟ يعني انت اذا راتبك 500 خب ما تأجر ب500. كم؟ انت حيرتني، انا الراتب 500 اول مره اسمع الراتب 500 دولار. ما هي ارقام. اوكي 100، هنا احدى الاخوات تقول 100 شهريا. هذا سيكون هذا ثابت لجميع السنوات بدون زياده. زيد غالب يقول هذا الراتب بالعراق 500 ألف. خطيه وإيجارة 200، هاي المشكلة 100. طيب طوال السنة يجب أن أحجز من مقدراتي 100 لكي أدفع الإيجار طوال هذه السنة. نعم. غيرها ما ماء وكهرباء. الكهرباء والماء يوتيليتي. يوتيليتيز. الماء والكهرباء والإنترنت والهاتف كم؟ لا هذه كهرباء وماء، ترى بالمناسبة الانترنت والهاتف قد تتغير، الماء والكهرباء لنقل والغاز إذا أكو غاز. طيب كم متوقع؟ هذه 80، أعطوا 80 كل شهر. ممتاز. فإذا هنا ملاحظة كان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور أنت مثلا معترض على 500 أكو بالعراق، حتى 250 300 قاعد ياخذون بالعراقي. انا جاي احاول اسوي انسجام بين السعوديه مثلا والعراق والخارج، هذا القصد يعني. حد وسط سوى 500 دولار يعني. اي جيد. هناك ملاحظتان بالنسبه الى مصاريف الخدمات. الملاحظه الاولى، هل نريد ان نجمع الماء والكهرباء في فاتوره واحده؟ والملاحظة الثانية أن هذا ما يسمى الحد الأعلى، بمعنى إن كانت هذه هي الكهرباء لنفصلها، فإذا فاتورة الكهرباء يعني الذي يجب أن أحجز لها مبلغ 80 دولار شهريا، قد يكون في بعض الأشهر، أشهر الصيف شهر 7-8 الفاتورة أعلى. فإذا أقرأ لك أنا بعض الرسائل. أول شيء قالوا الماء والكهرباء 80، طبعاً بالكهرباء بالعراق يعترضوا على الراتب اللي قلته أنا، بالكهرباء بالعراق الكهرباء ببلاش، يعني أغلب الوقت مقطوعة وبعدين ما يدفعون قوائم الناس يعني، فعادي. نقول الكهرباء، أنا أعتقد نقول كهرباء 50. طيب 50
لأنه كذا يدفعون مولده. طيب، ولكن أنا ما أقوله هنا أن فصلت الكهرباء عن الماء عن الغاز عن الإنترنت. الكهرباء ستزداد في شهر سبعة وشهر ثمانية وقد يكون شهر تسعة. فهنا سأضيف 20 إضافية باعتبار أن هذا لو كانوا أشهر السنوية شهر سبعة وشهر ثمانية ستكون الحرارة أعلى واستهلاك الكهرباء أعلى. صحيح؟ نفس الشيء. لا نفس الشيء تكون عندك مثل بال 11 وال 12 والواحد والثاني 14 ما تكون أعلى باعتبار يشغلون مدفيات الجو بارد. ممتاز. هل الدفاء المدفأة كهربائية أم غازية أم خشب؟ يعني على الكهرباء قسم وقسم على الغاز، فأعتقد احتمال تضيف لك فد 10,000 بدل العشرين يعني. فإذا تضيف على ال 11 وال 12 الواحد والثاني على 10,000. طيب، فإذا ال 11 12 60 60 والواحد والثاني كذلك يعني هم باردة شوية. 60 60 إيه. الماء كم المخصص للماء؟ طبعا إذا قالوا 30 سويت أنت 50 يعني لعبوا 80 خذيتنا 50 بقى 30 يعني بهالحالة الماء. الماء هل هو ثابت طول السنة أم متغير؟ اها هنا هاي جواب من الاخوان. طبعا احنا هنا الماء ثابت، لا مهم متغير نشتري بضاله نبغت اخوان. الماء طبعا اكو مصاريف اخرى راح تضيفها، اذا ممكن تكتب العناوين وبعدين نجي للارقام استاذ اسامه. نعم انا احاول ان احيي الفكر هنا. عندما تفكرون معي فكروا ب 360 جميع الاشياء التي عرضه لي ان تكون موردا للصرف. هو كاتبين الغاز كاتبين، انا اقول لك مثل مدارس الاولاد المدارس بعدين كاتبين مصاريف السياره وكصيانه وبترول الاونس اي بعد طبعا قسم. وجاي احد الاخوان قايل لا مدارس الاطفال مجانا، بس طبعا لا مصاريف الكتب مصاريف الاولاد بالمدرسه بالضبط. نعم. الملابس الانترنت بعد غداء نعم. يعني فود للعائلة ولا فود اللاونس. يجب أن تصرف شهريا مبلغ من المال لأجل الأجزاب لأجل الغداء. أوكي أكو شغلة، أنت هناك قلت سيل وبعت السيارة، طبعا لازم تشتري سيارة ضوب ليه سيارة، هنقول باي بهالحالة you may buy furniture or may buy a car. ممتاز ممتاز. سنرجع إلى هذه العناوين بعد. ماذا ما بنود المصاريف؟ هذا هي أصعب خطوة في هذا التمرين. أحد الأخوان مصاريفنا اليومية قد يكون المدخول قليل، موارد المدخول قليلة، ولكن موارد المصاريف كلما فصلت بها استطعت أن تعمل حاجة شيئان. الأمر الأول التوقعات، والأمر الثاني السيطرة. أستاذ Forecast and control. أحد الأخوة الأستاذ مهندس محمود العبيدي يقول الفيكيشن. ممتاز فيكيشن. وأعتقد الأخ أبو باقر اللي كان يتكلم. نعم مراجعة الأطباء والمصاريف. ممتاز ميديكال صح. يعني أدوية الأمراض المزمنة. هذه عناوين بعد من المصاريف. ملابس عفوا، ملابس أو احتياجات الأولاد لل مستلزمات المدرسة. living الأشياء المعاشية بعد. كان اللي يتكلم بس كان دكتور حيدر. أبو محمد رضا. أبو محمد رضا. حبيبي أبو محمد رضا أهلا وسهلا. الله يحفظك. بعد. كتبوا أسماءكم في الشات كلكم حتى يعني عمود الحضور رجاء. طيب الغاز ما هي فاتورة الغاز خلال الأشهر؟ هل هي ثابت تقدير وهل هي ثابتة أم متغيرة؟ أكيد متغيرة حسب المصروفات يعني. تذكر معي هناك شيئان نريده، ما هو المقدار وكيف نسيطر عليه خلال الأشهر؟ ما هو المقدار؟ 15 10 5 يعني 30 ممكن الغاز. طيب 30 هل هو ثابت طول السنة أم متغير؟
طبعا متغير يعني حسب الصرف. تغير في اي شهر يتغير؟ احنا هنا اعتمادنا بالشتاء على الغاز قليل، يعني نعتمد على النفط بالعراق، النفط والكهرباء، بس احتمال في لندن تختلف السالفة يعني. طيب ما هو التغير خلال السنة بالنسبة الى الغاز؟ طبعا هو نفس التغير اللي بالكهرباء، لانه بالشتاء تكون اكثر مصروفات الغاز، التدفئة مركزية اكيد يعني 40 وعندك الواحد ال11 وال12 هذا 50 وهذا 40 هذا 40 وهذا 40 العاشر قد يكون نصه يصير 35 يعني هيك شيء. العاشر 35 طبعا هاي طيب. بالمناسبة أقل شيء، لأنه الغاز أنا عندي مثلا الكهرباء تقريبا توصل 90، الغاز 75، فكل شوية يعني. طيب مصاريف المدرسة كم شهريا؟ دفاتر، أقلام، كتب، الحمد لله مرايل، ملابس، مواصلات. يلا اللي عندهم أطفال بالمدرسة الحمد لله احنا افتحينا منهم. هل هو طفل واحد؟ هل هو طفلين؟ ثلاثة؟ هل مصاريف البنت مختلفة عن الولد؟ يقول لك الأستاذ مهندس محمود يقول average $40 معدل ياخذ يعني 40 طول أي معدل. هل هو ثابت لكل السنة؟ اي هذا معدل يعني average يعني ثابت يكون إيه؟ هناك اشهر اجازة من اشهر العطلة. ما هي اشهر الاجازة؟ ثلاثة اشهر يعني السابع ثامن تاسع. السابع صفر، ثامن صفر، التاسع صفر، صحيح؟ انا اعتقد بالتاسع تكون اكثر لانه بداية المدارس. احسنت، بداية العام الدراسي او بداية الفصل مصاريف اضافية. السادس صفر، السادس لان نهاية السادس ما حد يشتري ملابس مدرسة. طيب بداية العام الدراسي هو شهر العاشر او التاسع. عفوا للمداخلة يعني بس سؤال عندي الله يرضى عليك. تفضلوا. هاي العمليات اللي نقوم بها بالمثال هي هذه العمليات اللي يطلق عليها العصف الذهني؟ ما نقوم به مجتمعين هو عصف الذهني، وإنما تمثيله بهذا المثال لأجل التدفقات المالية، تطبيقه لأجل الخطة عصف ذهني لأجل استجلاب الخطة، فالإفورت وهو المجهود هو عصف ذهني، ولكن تطبيقه هنا في التدفقات المالية. أحسنتم جزاكم الله خير. طيب نرجع إلى المدارس، متى تبتدي المدارس؟ شهر 9؟ طبعا أحد الأخوة من الإمارات يقول معدل $3,000 لكل طالب الواحد بالإمارات سنويا. متى تدفع؟ يعني إذا تقسمها أنت، إذا $3,000 معدل. لا 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 دكتور، لأن هناك installment وهناك payment. عادة يأخذ مقدم للفصل الدراسي. متى يبدأ الفصل الدراسي؟ بالتاسع يقول. نعم شهر 9 وتنتهي طيب. شهر 7 المدرسة إذا المدرسة ستطلب مقدم الفصل الدراسي. كم المقدم هذا؟ لأجل طفل أم طفلين أم ثلاثة؟ هل هي تعليم ابتدائي متوسط ثانوي؟ أستاذ سامي ممكن بس هنا في النقطة تفضلوا. هذه السكولينج احنا اللي جاي نحكي بيه هو مصاريف الطفل، سندويتش ياخذ يا فلوس، ياخذ يا شوكولات، ياخذ يا ملابس يحتاجها بداية السنة إلى نهاية السنة مثلا، هذه تعتبر. بس طيب. اكو مصاريف اخرى اللي هي مصاريف الدراسة كانت خاصة ديوز بالضبط يعني اذا فيز يعني تيوشن فيز، هذيك اذا كانت مدرسة خاصة فيز ولا يهمك. فأكو فرق بين مصاريف انت اللي جاي تكتب اعتقد هي هاي المدارس سوري مصاريف الاولاد اللي يروحون نعم المدرسه نعم العامه، هي المصاريف العامة الشهريه اليوميه التي هناك انستولمنت، قد يكون هناك قسط او استحقاق في شهر معين. فاذا ما هي هذه الاستحقاقات؟ هذه المدارس الخاصه ما ممكن ان نعممها، لانه انت اذا تعممها بحاله تحتاج تو شيت، واحد لمدرسه خاصه واحد لمدرسه العامه. ممتاز، ولكن هذا مثال جماعي لنضعها هنا، أن في إحدى الأشهر هناك
مصروف معين مقداره 300 وشهر ثاني مقداره 200. طيب نرجع الى مره ثانيه رسوم الدراسه فقط رسوم المدرسه الفيز هي 3000 دولار للطالب الواحد. نعم، ولكن باعتبار ان مدخول هذا الشخص 500 دولار فيجب ان يكون ان كونتكست يعني في تقريبي الى مقدار المدخول تبعه. هو استاذ محمود ممكن تقول لنا هاي تكتبها اذا تقدر او تقولها، هاي 3000 دولار كيف تدفعها؟ يعني متى تدفعها؟ كلها او اقساط يعني انستولمنت؟ تدفع شهري يعني كل شهر 3000 استاذي؟ كل شهر 3000؟ لو كل سنة 3000؟ إذا 3000 وتندفع شهرياً لا تتقسم على 10 شهور فقط، إذن معناها نبدي من التاسع زين إلى السادس. طيب عرفت؟ فإذا هذه 3000 يعتبر 300 دولار بالشهر، يعني أوكي 3000 تعتبر 300 بالشهر من التاسع. أوكي هذه بعدين شنو عندنا؟ بس هي على أشهر، شو بس شهرين، شنو عندنا؟ بس السابع والثامن للسادس حبيبي. لا بعد القبله هذا السادس موجود؟ لا هذا الخامس. فيز انزل لي جوا، فيز لي جوا يا بعد على اليمين. جيد أوكي. طيب ممتاز. الان هناك سؤال العفو، سؤال يقول هنالك مصاريف تتعلق بالشريعة، خمس، صدقات مثلا. ممتاز ممتاز ممتاز. فهل هي جزء من بند جديد ام مدرج في ضمن هذه البنود؟ اعتقد الصدقات ما مدرجة. طيب فممكن تكتبها صدقات. ومبلغ الخمس متغير حسب الوارد اللي عندك، فيكون متغير يعني وليس ثابت يعني. نعم. إذا نرجع إلى السيارة، كم المصروف الشهري للسيارة؟ يعني يراد لك على الأقل في العراق بحدود 50,000 أعتقد يراد لك بترول. كم يعني 50؟ 50,000 تقريباً. يعني 40 الى 50. مع الاخوان بالعراق شو يقولون؟ ايش قد تقريبا شهريا تدفعون؟ هاي اسعار البنزين قديمه دكتور، حاليا تقريبا اسبوعيا يحتاج لك 50، يعني معناها 200. هذا احد لنجعلها 50 ليس انعكاسا للواقع 50، ولكن هل هي ثابته أوكي. طول العام ام ستتغير؟ قد هنا موسم الإجازة تزيد أم تنقص؟ شهري الإجازة ماذا تقولون؟ شهري الإجازة تزيد أكيد. أكيد تزيد إذا يومية طالعين مكان تفترون بالإجازة. طيب 70 لنكمل. الانترنت كم المصروف للانترنت؟ بالمناسبة أستاذ أسامة أنت خليت بس بنزين للسيارة صح لو لا؟ سأرجع لهذه النقطة. لا أرجع يكون في أحد الأشهر تحتاج إصلاح. لا مو إصلاح، لا العفو حبيب قلبي. ترجع للسيارة وتخلي لك ثلاث مكانات. أول شيء لازم تدفع لها تأمين في كل سنة مرة. ممتاز. متى؟ تدفع بي أي شهر؟ أكيد يعني بداية السنة إذا كانت في شهر الواحد أو الثاني يعني بل هذه. أيوة. حتى تتجدد. كم قيمة التأمين؟ ما أعرف يعني عندهم إيش قد. 100 فإذا 150 في الشهر الأول. زين وتحتاج وتحتاج ضريبة الشارع تدفعها للحكومة. هل هي ضمن الخمسين مصروف أم لا؟ لا 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 هاي مو شهرية، لا ضريبة الشارع مرة بالسنة. كم القيمة؟ رود تاكس يسموها يعني. كم؟ هنا ما اعرف هنا هواية تعين يعني على نوعية السيارة. 100 100 نقول 15
بعد على اساس 15 شنو وينك 15؟ هي ارقام بعدين يتضح المثال. هي ارقام، ما المصروفات الاخرى خلال السنه للسياره؟ يعني الزيت، تبديل الزيت كل 3 اشهر حسب استخدام، يعني 3. طبعا الروت شارج مو بس بريطانيا. اوكي اها، من تروح الى اماكن كذلك باركينج فيز يعني تدفع احيانا. فاذا 1 2 3 هذا 1 2 3 هنا تبديل زيت، 1 2 3 تبديل زيت، 1 2 3 لا 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 كل 6 اشهر تبديل زيت، مو كل 3 اشهر، مو لحد يعني. اعتقد 50 بترول وياها الباركينج هاي كلش كافي. ممتاز. لندع السيارة الآن، نذهب إلى النت، الإنترنت charges ISP. كم ميزانية شهرية للإنترنت؟ 40. هل هي ثابتة طول العام؟ تقريبا ثابتة. تقريبا. ممتاز. صدقات. لا 40,000 هناك هاي زين من تطلع 1,000. صدقات 1 و 1 طول السنة. متى دفع؟ لا يا أخوي شون 1؟ ما عليه في رمضان، ولنقل إن رمضان هو شهر 9، سيزيد هنا بند الصدقات كم؟ هو الصدقات على الأقل 10,000 يطلعون الناس، نكون واقعين يعني على ال 1,000 nothing يعني هاي بشكر تاير. بعشرة هنا العشرة، وفي ايه؟ شهر 9 سأجعلها 30. طيب وشهر 12 باعتبار أنه فرضا أنه شهر ذي الحجة 15، وفي شهر 1 بما أنه محرم سيكون 40 مثلا، وشهر صفر 30. طيب الغذاء كم أضع بندا؟ ممكن نضيف الخمس؟ ممكن. أي شهر؟ شهر 5 6 أي شهر؟ طبعا بالمناسبة أكو يعني هذه صحيحة، يقول لك إذا مر بالسنة الخمس يقول صار الراتب بالناقص 500، بالحالة حتى 5 ماكو بعد. لازم تدق باب السيد وتقول انطيني. اذا سنتجه الى تحديد شيء من عند استكمال هذا المثال. فود الاونس، ما هو المقدار المخصص للغذاء شهريا؟ نعم نصوم السنه كلها اذا هيك. كم؟ يلا اخوان ايش قد يكلفك بالاسبوع مصرف الاسبوعي او الشهري بالعراق تقريبا؟ كم شهريا الغذاء؟ يعني بحدود 300 الى 400 يورو مثلا في المانيا النفر الواحد او شيء من القبيل. أنت تضع ميزانية الآن، ميزانية تخطيطية فوركاست إلى 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 السنة، كم المقدار الذي ستخصص شهريا إلى الغذاء؟ حجة شلون معدل 50 50؟ شنو هاي 50 بالشهر الأكل؟ يا لا 500 500 500. لا لا أحد الأخوات كاتبة 50 بالشهر، لازم ما يأكلون يشربون. كم؟ أنا بصعدت 200 بالشهر، 50 بالأسبوع. طيب خلينا أقترح 25% من الراتب، نضعها نسبة 25% من الراتب، يعني بحدود 25 دولار. 125 صحيح يعني. 125. طيب غيره، سأشتري، ماذا سأشتري خلال السنة؟ سيارة، نسيت بيع سيارتك، ما غير تشتري وحدة. ممكن سيارة، ممكن ملابس، ممكن أثاث، ممكن أي حاجة. لنرجع له صفرة الآن، سنعود إليه لاحقا. طيب فيكيشن، سأصرف مالا للإجازة، ولنقل الآن لا يوجد بند للإجازات،
مصروفات إلى العلاج كم؟ 10% من المدخول، 5% من المدخول، مبلغ ثابت؟ يعني خلي 5% لأنه راح تكون بصراحة حتى البنوك ما تنطي دين بعد، هاي المشكلة. سيتضح الهدف من وراء كل هذا خلال دقائق. طيب ماذا عندنا؟ المعيشة living، شراء ملابس أو أي حاجة أحتاجها في خلال سنتين، بند مصروفات مثلا العيد. استاذ سامة العفو، هي الليفينج المقصود بها الفود، يعني هي المقصود. لا لا لا، الفود بند لحاله، ليفينج اكسبنسز هي الاشياء الاخرى اللي داخل البيت، ولنقل 10. اوكي طيب. اكو العفو، اكو هنا مداخله، لو كان هنالك ضمان اجتماعي او ضمان صحي العفو فتكون المصرف ثابت بالنسبه للميديكال. طيب انا جعلتها نسبه من المدخول من الراتب بالضبط، متغير يعني بالضبط، صحيح يعني. طيب فاذا ولنقل ان هذه المصروفات المدخول في مقابل المصروف، ماذا نلاحظ هنا؟ هذا الفارق بين المدخول والمصروف. عندي مشكله في الشهر الاول، اما ارفع الايرادات واما اخفض المصروفات، لان بهذه الخطه الماليه في اول شهر عندي عجز، ماذا افعل؟ ازيد المصروفات، عفوا ازيد المدخول ام اقلل المصروف؟ اكو العفو، اكو هناك مداخله من احد الاخوان او اجابه؟ اوكي استاذ سامي، انا اقترح شغله، انه انت تشوف التوتال انكم بالسنه والتوتال اوتكم، لانه انت اكو عندك اشهر عندك ربحيه بها، معناها هاي الفلوس راح تسوي لها سيفنج اون سايد تستخدمها بالاشهر القادمه او بالسنوات القادمه، صح؟ ممتاز. في نقطه ساتي اليها، ولكن ركزوا معي، في الشهر الاول عندي مدخول 610 في مقابل مصروف متوقع 975، يعني عندي ديفيسيت، عندي عجز في الشهر الاول 365، كيف اسد هذا العجز؟ اخذ من السيفنج. من السيفنج، وين السيفنج؟ السيفنج من الاشهر اللي زادت عندي بيها فلوس انا، السنه الماضيه نظامها على صفحه. ممتاز. خليني اعدل في المعادله، عندي هنا اذرز اللي هو مداخل اخرى، احاول ان اسد به العجز، اما اقترض واما ادخار واما ابيع شيء، فاذا من جهه ما احتاج اوفر 370 لكي يعتدل الميزان المصروف مقابل المدخول. عندي هنا الان فائض 5، ماذا اعمل بالخمسه هذه؟ Save it for next year. No, next month. اجعلها مدخول الى الشهر التالي. عندي بداية، عندي هنا يجب أن أتدبر الشهر الأول، وهو زي ما تقول لما تجي تشغل السيارة، لما تشغل السيارة تحتاج البطارية، بعدها السيارة تولد الكهرباء من محرك البنزين أو الديزل، صحيح؟ ففي البداية الستارت أب إجنيشن، بداية المشروع، بداية تحقيق الخطة، يجب أن يكون لي مورد مالي إضافي لعملية الانطلاق الأولى، ولكن متى ما انطلق اتضح هنا أن عندي فائض 5، أخذ 5 واجعلها مدخول على الشهر اللي بعده. الآن صار الشهر اللي بعده عندي هذا المدخول بما فيه 5، المجموع 745 في مقابل المصروف 558، عندي عجز 105، لا يزال أحتاج دعما ماليا إضافي هنا، إما أزيد المدخول وإما أقلل المصروف. مثلا أذهب إلى أي بند
احتاج ان انا اقلل فيه؟ تقدر تروح طبعا الرينت ما تقدر تقلل. هذا شهر الثاني صح؟ ايه هذا الشهر الثاني. ايه تقدر تقلل الغاز مثلا ما حاجه شويه جو شوي ادفى يكون مثلا ما تسوي 40 تقلله الى 30 مثلا. فتطفي هواي من الشغلات. هناك سؤال لبعض إجابات يقول مثلا العمل بساعات عمل إضافية بهذا الشهر. أحسنتم أحسنتم. عندي بند هنا للعمل الإضافي فأتوجه للعمل الإضافي. ما العجز اللي موجود عندي 105 فإذا يجب أن أعمل إضافي لكي أوفر المبلغ الذي هو عجز ديفيسيت. هذه إجابة أستاذ محمود. ممتاز. هذا الذي أريده. هذا هو العصف الديني. نريد منكم الآراء هذه لأن في النهاية هي التي ستعمل لنا الخطة المالية انعكاسها على حياتكم. طيب صار عندي هنا المتغير في العمل الإضافي بالإضافة إلى الخمسة من الشهر الذي يسبق. الشهر الثالث عندي هذا مدخول، هذا مدخول مجموع 658 وعندي هذا المصروف. لا يزال عندي ديفيسيت، لا يزال عندي عجز. هنا إجابة أخرى يقول لك هو نفس أستاذ محمود يقول ترك السيارة والاعتماد على النقل العام بالحالة أقلل من البنزين مال السيارة يعني. فإذا أترك السيارة هنا صفر. لا مو غاز، هذا غاز، هذا لا لا رجع هذا أخوي خليك 30. هذا مو سيارة، أنت قبال الغاز الآن. طيب هذه السيارة كار بالضبط يعني لا مو صفر راح تصير. إذا تروح على النقل العام بالحالة راح تكون أقل احتمال 30 يعني تكون. طيب 30 لا يزال عندي عجز. كذلك تروح العمل الإضافي. إما أزيد المدخول أو أقلل المصروف للشهر الثالث. أوكي ممكن تقلل الفود من 131 و25 إلى 120 مثلا أو إلى 100 الفود. ممكن إلى 100 في هذا شهر الصيام. أنت صايم ما حيفطر يوم 100 باكر. طيب لا يزال لدي 108 عجز. إما أزيد المدخول أو أقلل المصروف. أعمل إضافي. أعمل إضافي. صار عندي باقي 3 عجز. أزيد الإضافي. إذن في هذا الشهر يجب أن أعمل 208 من الإضافي. صح؟ To offset it. صار عندي صفر. الشهر الرابع. هل تنظرون ماذا نعمل هنا؟ نعم. عندي 680 تقريبا مدخول متوقع في مقابل مصروف متوقع 807. هذه أرقاكم انتم اللي اعطيتوني اياها. كل شهر في عجز. الشهر اللي بعده يتحسن الحال، لكن عندي هذا الشهر كمان عندي عجز 138 تقريبا. احد الاقتراحات اللي جت استهلاك الكهرباء مثل بتقليل استخدام المكيف. هذا شهر الرابع، شهر ابريل. الالكتريسيتي عندك 50 ممكن تقللها شويه 30. يعني لا اسويها 30 40 يعني ما اعرف الاخ شو يقول. 40 طيب 40. وكذلك الغاز ما ممكن تقلل اقل من 30 الغاز يعني كلش قليل. يعني شوف ما حطيت اي حاجه لا للاجازه ولا الى المشتريات لان انا متوقع ان عندي عجز. لا يزال عندي عجز في الشهر الرابع. ازيد المدخول اقلل المصروف. ماذا تختارون؟ يعني خلي الفود 131 ونص. خلي الفود هم 100 ايه يعني. طيب كسرنا القاعدة هنا بدل نسبة المدخول قللناها متعمد أنها 100. لا القصد بالمئة هنا أنا تقدر مثلا تترك ما اشتري لحم هذا الشهر وما اشتري سمك مثلا لأن هاي غالية صح ولا لا؟ ممتاز. هناك نوعية الأكل. أنت تقلل نوعية الأكل تقلل السعر.
نعم دكتور، بس النقطة الذي أريد أن أوضحها، هناك نمطية في حياتنا، قد نكسر هذه النمطية لأجل هدف. فإذا لا يزال لدي 97 عجز، كيف أغطي العجز هذا في الشهر الرابع؟ إحنا بعدنا في الشهر الرابع، عندي عجز 97، أزيد المدخول أقل المصروف، أعمل إضافي 180، كسرت النمطية هنا. النمطية كانت 100 لعمل إضافي، في هذه الأشهر يجب أن يزداد العمل الإضافي كي لا يزال عندي 17، إذا 100. احنا ليش ما نخليه؟ اوكي خلي عندنا ناقص، لين الشهر الورا راح يكون عندنا هواي زايده فلوس. صحيح، بس انا عندي مصروفات هذا الشهر، الديانه تطالبني هذا الشهر ان اسدده، لا مو مشكله، لا ينتظرون للشهر الذي لا يتبع. لا استاذ سامه، بالعراق اكو شغله، تروح تشتري من المحل وتقول له سجل على الشهر، فيسجله بالدفتر ويخلي فيصير. انا اعرف هذا الشيء، ولكن هذا المثال عندما نتم هذا المثال طبقوا في حياتكم بأدابتيشن، بمرونة. قد يكون هذا المثال إلى مؤسسة تجارية، قد يكون هذا إلى جمعية خيرية، إلى طالب في المدرسة أو في الغربة. يجب أن يفكر بهذه الطريقة، يجب أن يفكر ما هو الهدف، كيف أدير المقدرات والتدفقات، أتحكم في التدفقات المالية لأجل أن أحقق الهدف الذي أسعى إليه. فإذا لا أريد عجزا في أي من الأشهر، في هذا الشهر أحتاج أن أنا أعمل إضافي 200 لكي أعمل فائض 4، هذه 4 ستدخل في الشهر الذي يتبعه. صحيح. الآن شهر 5، عندي هنا في شهر 5 عندي بعت شيء، لاحظوا أنتم قلتم في الشهر الخامس بعت شيئاً ب300، ولنقل سيارة أو موتورسيكل أو أثاث قديم أو أي شيء. في الشهر الثالث عندي فرجة، زادت المدخول، المدخول صار 1050 في مقابل المصروف 817، عندي فائض هنا، الفائض هذا يدخل في الشهر الذي يليه. هل عندي فائض في الشهر الذي يليه أم عجز؟ يصير فائض الشهر الذي يليه، عندي مدخول أو إضافي هنا 1000، أنتم قلتم أن هناك ميراث، تذكرون؟ قلتم أن في هذا الشهر سيأتيني ميراث هو 1000، هذه فرجة، فإذا المدخول غطى على المصروف، وعندي فائض. لا لا عفوا، عفوا بس عشان أخذ المجال لكم، عندي هنا فائض حتى الشهر العاشر، عندي عجز بحدود 200، إما أزيد المدخول أو أقل المصروف، لكم الخيار. أستاذ سامي العفو، أنت الـ 233 اللي جبتي من شهر الخامس دخلتها بشهر السادس، أوكي بالأدرس. صحيح. زين، لها 233، بس الـ 149 ما دخلتها بشهر السابع. لا بس الألف، شوفها بس الألف. فصير هذا اللي ردت أقوله، فإذا أسويها 1149 زائد لا 1149 زائد 28 I think. Yeah, G28. Yeah. طيب لا مو F28، G28 دكتور سامي، أستاذ سامي حبيبي، G28 مو F، اللي قبلها F هاي G، حتى G. تكون عندك ال 149 بالضبط. جيد، زين العفو أستاذي، هسه اكو شغله صار عندنا، صار عندنا هنا الانكم جاي زايد، احنا في شهر السابع وشهر الثامن، صح ولا لا؟ هذه العطله اللي ممكن نروح بها فيكيشن، صح ولا لا؟ فليش ما نضيف هذا كمصروف؟ ما عليه، بس خليني أوزن أول شيء، this is the first round، أحتاج إن أنا أوزنها. جيد. ما عليه، خليكم معايا. الآن هذا الشهر قلتم إن هناك مدخول
500، ف 500 زائد الفائض السابق. الفائض السابق كم كان الفائض السابق؟ هنا العفو 1291 جاية من شهر السابع. إيه هذه هذه صحيح؟ هذه صحيح هنا أنا. وبعدين فإذا بناء على الخطة المالية التي قدمتموها لي الآن، هناك في الشهر الأخير فائض عندي متراكم 1338. بس كلمة أخيرة هنا، أعود مرة أخرى، ما يسمى هذا الدورة الأولى first pass. الآن هي موزونة، عندي فائض في بعض الأشهر، قد أذهب إلى هذه البنود وأتحكم فيها من باب المصروفات. فإذا عندما أجعل لنفسي أهداف يجب أن أربطها بتواريخ تكون التدفقات المالية لدي إيجابية، هناك فائض في التدفقات المالية مما يتيح لي تخصيصها لتحقيق أهداف. تفضلوا دكتور. العفو، بس لأنه الشهر السابع 1291 صعدتها بشهر الثامن، بعدين عندك شهر إذا تنزل لي جوا شهر الثامن صحيح ينزل لي جوا، بس لي جوا بعد كافي. شهر الثامن 1465 عندك الفائض، صعدت هناك 1965. قلتم ان هناك جيد. مورد 500 جيد ده هذا هذا ذا سوتان تو ميك شور اوف، والباقي كاري اوفر. اوكي طيب، فاذا هذه الدوره الاولى لعمليه التدفقات الماليه خلال 12 شهرا. هناك بنود للشراء، قد أين أضع بنود الشراء؟ في الأشهر الأولى حيث العجز أم الأشهر الأخيرة حيث الفائض؟ قبل هذا يجب أن أحدد الهدف خلال الأشهر التي فيها فائض، فهنا المعيار الزمني هو الذي قادني إلى تخصيص الدفعات المالية. أين أحددها؟ في الأشهر الأخيرة وليس في الأشهر الأولى، هذا ما أردت أن أوضحه بهذا المثال. مثل اكو نقطتين استاذي العزيز، اكو ملاحظتين، احد الاخوه يقول تاجير سيارتي المتوقفه لشهر واحد، هذه اقدر لان انا تركت السياره ورحت بالباص، صح ولا لا؟ صحيح. انا وقفت سيارتي، ممكن اجرها الى شخص اخر يستاجرها من عندي لمده شهر. والشغله الاخرى ممكن ويكون هناك مدخول اضافي. اي بالضبط، يعني خلال الفتره اللي وقف بها سيارته وقال استخدمت الباص نقى، اذا شوف يا شهر نزل المصروف مال الكار مال ال هنا وضعتها بالاصفر مال البترول. اي بالضبط، فهنا نستخدم باص صح لو لا؟ فالسياره اجرها بهالحاله، هو ما هو قد يكون اجرها إضافي. قد يكون اجرها ب 30 مثلا، فهاي لازم هذه 30 بالضبط، هذه وحده. لاحظوا هنا لاحظوا معي هذه الأرقام، سأجعله صفر، سيتغير الخطة المالية عندما أقول إن هذا 1000، تغيرت الأرقام. فإذا يجب أن أحدد المدخول الإضافي لأنه ما يسمى بكاسكيد، يعني تأثيره سيكون على جميع التعاملات المستقبلية. قد أذهب إلى أي بند من البنود، إما أزيد المدخول هنا وإما أقلل المصروف هنا، ومباشرة هذه الشيتة هذا الملف سيعيد احتساب التدفقات المالية لبقية الأشهر. أوكي، لا واضح المثال؟ نعم لا واضح جدا. الآن الباي والفاكيشن. أوكي. الهوليدي يا شهر الأخ، طبعا يقول ممكن أجر الشقة خلال شهر الإجازة. أوكي، يا شهر تأخذ الإجازة؟ شهر ثمانية. يعني شهر ثمانية. إيه شهر ثمانية. ما المقدار المخصص للإجازة؟ عندي فائض هذا الشهر 1400 تقريبا 1500. بحبحها كم أريد أصرف الإجازة هذه؟
يعني انت لا تنسى تقدر تأجر سيارة، هو يقول أجر سيارتي كذلك خلال العفو أجر الشهر. واحد واحدة واحدة واحدة، كم المخصص للإجازة؟ استاذ محمود يعني أقول لزوجتي وأولادي هذا المقدار الذي سننفقه في الإجازة، ليس أكثر من ذلك. كم المقدار؟ 1500. هذا مو أنا، هذا إجابة من إحدى الأخوات تقول 1500. صار عجز عندي ستة. لا مو أنت أجرت الشقة مالتك من رحت إجازة طيب. كذلك. طيب ممتاز، فإذا عندما أجر بالإنكام كم الأذر الإنكام كم؟ يعني شقد والله اللي أدفعت 1500 لإجازة بيش تأجر شقتها؟ 200؟ يعني يقول 200 يعني يقول 200. طيب تعدلت الارقام يا 200 هنا 1200 مو 200. لا عندي عندي مدخول سابق. صحيح نعم خلاص جيد، اذا هذا الرقم ممتاز. طيب فاذا لاحظوا هنا ان ال 1500 زائد المدخول 200 اثر على النت عند احتساب الخمس. انت زي كما تفضلت بالنسبه للخمس، متى احسب الخمس؟ الفائض في نهايه السنه، ولنقل ان هذه السنه الخمسيه شهر 12 هنا هي نهايه السنه الخمسيه، كم الفائض عندي؟ 68. والله انزل لي جوا. لا انا عملت التغيير هنا، خليني ارجعها. شنو سويت انا؟ نقلت الدلتا. ايه هذا هو جيد. طبعا انا اذا تسالني امتى اسوي في السنه الخمسيه اسويها بشهر الثاني. طيب باعتبار انها شهر 12 هي السنه الخمسيه، الفائض عندي في نهايه السنه 58. كذا واحدة من الأهداف العبادية وهي احتساب الخمس جاءتني بسهولة. لنأخذ بعدين آخرين ونختم الكلام. قد يكون لدي خطة طوارئ emergency، أي ادخار مبالغ للأزمات للطوارئ، فإذا هنا يجب أن في المصروفات أضع saving ادخار. كم ادخر؟ عندي هنا خمسة زائدة ادخرها، عندي هنا الخمسة الزائدة كانت تدخل للشهر اللي بعده، فصار عندي عجز ما اقدر ادخر هنا. ما عندي فائض هنا، عندي 30 ولنقل اخذ 10 من 30 ما تأثرت، اخذ 20 من 30 لا لم تتأثر، اخذ 30 كاملة اضعها في الادخار، لا يزال عندي ميزان، هنا ما في فائض صفر. الفائض اخذه مثلا احطه في حساب ثاني، احطه وديعة، احطه في اسهم او تجارة، فاذا هذا البند اقوم اخذ الزايد ادخره الى نفسي في واجمعه عشان وقت ثاني. سارجع الى النقطة الأخيرة بعد قليل. هنا عندي 233 فاخذ 200 ادخرها، لا اثرت علي على 52 صار عجز في الشهر اللي بعده، فاذا الادخار يكون 150 لا يزال عندي عجز، فاذا الادخار يكون 140 في هذا الشهر، صار عندي 9 الفائض. اوكي ما عندي فائض في هذا الشهر، اذا الشهر اللي بعده عندي 1100 اخذ 500 ادخار، عندي عجز في الشهر اللي بعده، فاذا اقلل الادخار اخليه 100 عجز، فاذا في هذا الشهر مع وجود الفائض لا استطيع ان ادخر. لاحظتوا معي هنا 25 ولنقول اننا اخذ 10 ادخار، اوكي اخذ 20 ادخار، اخذ 25 ادخار، هذا ما نسمى وات اف سيناريو، ماذا لو، ماذا لو اخذت 24 ادخار؟ فاذا لو اخذت ال 24 ادخار سيكون الفائض واحد، اهم شيء ما يكون سلبي. عندي هنا فائض 400 اخذ ال 400 ادخار، اوكي ماذا لو 450 ادخار، ماذا لو 480 ادخار، اوكي عندي هنا عجز، فاذا لا استطيع 300
عندي عز 280 ادخار، ماذا لو صفر ادخار؟ لاحظ هنا عندي صار عجز لان انا اخذت الادخار من هني، الفوركاست صار هني سالب، اخذ 50 ادخار، اوكي هنا 39 فائض، اخذ 60 ادخار، ماذا لو اخذ 70 ادخار؟ عندي عجز في نهايه السنه صفر، لا يزال عندي عجز في نهايه السنه، فاذا هذا الادخار صفرة، عندي عجز، لم الاحظ على نهايه السنه انه يكون عندي عجز هنا، لاحظتوا؟ فاذا الخطه الاستثماريه ان اردت ان ادخر تكون المبلغ المجموع خلال السنه فقط 30، لان اي مبلغ اضافي سيسبب لي عجزا ان رفعت قيمه الادخار في الاشهر. احد الاخوه يقول الادخار ممكن اخليه ثابت 5% من الدخل الشهري. لا يمكن، لان هذا الادخار سيؤثر على المداخيل الاخرى، هي الفائض يدخل الى الشهر التالي، لا استطيع ان اخذ مبلغ الادخار ويكون الفارق المصروف من المدخول بالسالب، هذه قاعده. زين العفو هسه ناخذ واحد ادخار مثلا، وات اف ناخذ لا يوجد لي سالب، واحد ادخار يمكن هنا في هذا الشهر اخذ 23، اخر السنه اخذ 30 ادخار، المبلغ اقصى مبلغ اقدر ادخله 66. بس اكو سؤال على هذه الخطه الماليه، سؤال هنا الخمس عليه من الدفعه على الجد اي انت تدخر وتدفع الخمس على الاثنين الباقيه شنو شلون؟ طيب النقطه الاخيره، ان تذكرتم ان في البدايه قلنا هذا الانيشال انفستمنت، بدايه الخطه الماليه كان هناك عجز، اضطررت ان استدين 370، لم ارجع 370، تذكرت في الشهر الاول كان هناك عجز، فقلنا في البدايه مثل بطاريه السياره يحتاج ان انا اشغل السياره بالبطاريه وبعدين اعتمد على المحرك، فاذا 370 هذه لم ارجعها لصاحبها، والمبلغ المدخر 66، فهذه الخطه الماليه فاشله لانني انتهيت من السنه، صرفت وادخرت واخذت الاجازه واشتريت وبيعت، ولكن لا يزال عندي العجز هنا 370، لم ارجعه الى صاحبي من الاستدانه، بينما انتهت السنه عندي 66 ادخار واثنين في جيبي، فهذه الخطه الماليه للاسف فاشله. وبهذا اختم معكم الجلسه. اي سؤال؟ اي سؤال؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تكون واضحه لهذا المثال. طبعا اجمل ما في المثال اليوم هو العصف الذهني اللي صار حقيقه. احسنت وانا يعني باسمك وباسمي حقيقه والاخوه الجميع ان اشكر كل الاخوه والاخوات اللي شاركوا بالعصف الذهني، كان عبر المشاركه وعبر الكتابه بالرسائل يعني. لكن سؤال جدي يعني، مو ليست هزلا يعني، الخمس وين ادفع عليه من على يعني شلون ادفع على الاثنين الباقيه؟ ما في خمس، لان عندك عجز هنا 370 دين، في مقابل عندك انت الفائض 2 زائد 66 يعني 68 فائض مقابل دين 370. فاذا بالحاله انت لازم تسوي فقره بالاخير بالشيت انه كل هذا الفائض مع الادخار ناقص الدين حتى يعرف ايش قد انت البالانس مالتك الحقيقي. احسنتم، هذا يصير كاري اوفر فور نيكست يير. شهر 12 يدخل على الشيت انت عندما دكتور لما قلت انه افتح شيت ثاني، قلت لك ليس الان، هذه الشيت ولنقل سنه 2021. في نهايه السنه احمل ان عندي دين 370 في مقابل
موجودات 68 الشيت تبع السنه اللي بعدها 2022 هذه المعيارين، معيار عندي فائض 68 في مقابل دين 370، واعيد هذا المثال للسنه الجديده، ما هو المتوقع المدخول في مقابل متوقع المصروف، ما هي الاشهر التي يجب ان اضيق على نفسي، ما هي الاشهر التي اذهب فيها للاجازه كما تفضلتم من هنا الشهر الاجازه وين 1500 كسر الظهر هذه ال 1500 انت لا تنسى احنا سياره بعناها وما اشترينا غيرها قد تكون سياره قد تكون غير السياره لا احنا بعنا السياره طيب اذا الاخ المشارك يقول انا بعت السياره انت ما اشتريت لي غيرها يعني ما طيب أشتريت. ممتاز وانا بعت السياره وانا 300 في الشهر الخامس بعت 300 هذه صح طيب في نفس الشهر احتاج ان انا اشتري السياره بالضبط فبالباي المفروض عندك هنا أنا ما اشتري قد اشتري سياره 400 سياره 500 سياره 500 اقول 500 هاي شوي جديد احدث يعني شوف واو عندي الموازين ارجع اول حاجه اقص فيها الادخارات سيفنجز اول حاجه اقص فيها الادخار طبعاً الفيكيشن العطلة الإجازة يقول ممكن تكون داخل الدولة يعني ليست خارج دولة وبذلك إحنا نقلل تذاكر السفر فما نحتاج نصرف 1500 يعني 1500 بصراحة هواية يعني أنا أعتبرها إذا تكون 1500 بطاقات السفر يعني هواية طيب ولكن صار العجز عندي في نفس في الشهر في نفس الشهر هذا لازم ما واحدة من القواعد الشهر ما يصير بالسالب عندي عجز 269 يجب أن أعالجه أزيد المدخول أقلل المصروف روح للبنك بالأوفر درافت ليميت وخلاص تدفع ضريبة وتمشي قبل عشر ماكو العمل الإضافي هذا الشهر كمان أعتذر من عيالي وأقول إن هذه الأشهر شديدة العمل الإضافي سيكون مضاعف ولا يزال هناك عجز. طيب اخذ السياره اقساط 250 هذا الشهر مع وعد ب 250 الشهر اللي بعده. ممكن. لا مو اللي بعده الورا حتى شويه السفر. اقلها قسطين كل شهرين قسط بهالشكل يعني هنا صفر بالشهر اللي بعده. بس عندي عجز طيب ونقول ناخذ رايك يا دكتور. هنا صفر لا لا هنا الشهر اللي بعده هذا صفر. أيوة. لا القبلة صفر هذا صفر إيه أنا بنقله آه جيد هيك صار جيد هذا أحسن طيب لا يزال عندي خمسة هنا عجز لازم أدبرها الخمسة هذه لازم تروح خويا روح على ضافي روح على ضافي سوي 150 ضافي سوي 150 يريدون مصاريف طيب هنا صار في عندي عجز على بند الإجازة 1500 كثير 1000 الإجازة صار عندي فائض 107 عندي فائض 107 أروح أحاول الأشهر الأولى أسحب الفائض تابع سامي تابع سامي تفضلوا خلي الفيكيشن في 500 بس يقول ما تدفعها كلها الان وانما الباقي تدفع قسم باليوز كريدت كارد طيب كارد ورا اربعه يعني اقدر ادفع هنا مثلا 500 واقسطها على وبعد ورا شهرهم 500 يا هنا لهم 5 اي وراها بعد اي اي هاي خلص كريدت كارد على ثلاث دفعات طيب عندي عجز هنا ما عندي مصروف زايد هنا منين جاء هذا العجز؟ لأنك ال 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 أوكي قللها قلل الفيكيشن سويها ب 1200 سويها 1200 400 بالضبط 300 400 بالضبط جيد كويس كذا 1100 هم بعد عندي عجز في الشهر الأخير شيل الادخار هم بعد شيل الادخارات شنو الادخار هني صفر لا هنا 50 صار عندك هسه زين هسه جيد الحين موزونه فاذا في نهايه السنه لا يزال عندي الفائض النقدي 37 هذا زائد هذا
مقابل الدين 73. عندما أذهب إلى السنة التي تلي هذا يكون مع المدخول، هذا متوقع مصروف لأنه دين مستحق، هذا income، هذا outcome، وكذا أسلسلها roll it over إلى السنة اللي بعدها. أي تعليق، أي سؤال، أي استفسار؟ إن شاء الله استفدتم من هذا المثال. يعني المايك متروك للأخوة بعد، المفروض يتكلمون أو يكتبون، وأنت تقدر تقرأ الشات أستاذ أسامة يعني. طيب أنا بالنسبة لي بصراحة عصر ذهني ممتاز كان example يعني، ولو قسم من المصاريف يعني ما تتناسب مع الراتب، لأن إحنا عندنا مثال يقول مد رجلك على طول غطاك. المفروض الإنسان يصرف على قد راتبه، إذا عنده راتبه 500 ما يحتاج يروح سفرة 1500، ولا يحتاج يبيع سيارته ويشتري ثانية إذا الراتب قليل يعني. فالإنسان المفروض يصرف على قد اللي يجيده. لو الواحد مثلاً جت الزوجة قالت نجدد الكنب أو نجدد المطبخ أو نصبغ البيت، هل ممكن إن أنا أجعله هدف لهذه السنة؟ هل موجود عندي مورد أو فائض مالي بحيث أحقق هذا الهدف؟ أقول لها أعتذر لها لا، ليس لدي أي فائض لتحمل مصاريف أخرى. وهنا الادخار قلنا للطوارئ، للأسف هذا الشخص ليس لديه مقدار من الادخار الكافي لعمل الطوارئ. الادخار الكافي يقول نسبة تقريبا 15 إلى 20% يجب أن تودع بعيداً عن المصروفات للطوارئ. هذا ليس محظوراً. أحسن. اللي ادخر خلال السنة 73 ولا يزال عليه دين 370. مدخول مصروف، عملية بسيطة. العصف الذهني هي في التفاصيل. قلنا بعد أن تعملها توزنها، بعد ما توزنها تعمل what if، ماذا لو، ثم تؤطر الأهداف من خلال الخطة المالية، مثل الإجازة هنا، مثل شراء السيارة، مثل سداد دين أو التبرع، أو مثلا لو واحد مثلا قال أنا في رمضان سأعمل، هل لديك المال الكافي خلال شهر رمضان لتعمل ما وعدت به؟ خلال هذه الأشهر يجب أن يعمل إضافي، يجب أن يكون المدخول الميراث بهذا المقدار في هذا الشهر. هو هذا هنا أحسن شيء، صوم 3 أشهر، شعبان ورمضان وشوال. إن شاء الله حصلت الاستفادة من وراء. إن شاء الله أحد الأخوات تقول محاضرة جيدة جدا يعني، الحمد لله. الحمد لله. أحسنتم، جزاكم الله ألف خير، الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. الله يعافيك. شكرا حبيبي، شكرا جزيلا. بس يقول بس كون نطبق يعني، بس كون نطبق صحيح يعني، المفروض إحنا نتعلم حتى نطبق إن شاء الله. يعني أصدقكم القول، أنا أستخدم هذا الأسلوب طوال تقريبا 22 سنة الماضية، كل سنة أعمل لي خطة مالية. بعض الأحيان أنادي أولادي وأطلعهم على الخطة المالية، بابا تريد إجازة؟ هذه الخطة المالية، تريد سيارة؟ هذه الخطة المالية، زوجتي تريد حاجة في البيت؟ هذه الخطة المالية. sharing it with them, taking their buy-in. إن شاء الله في الجلسة الجاية الموضوع هي إدارة التوقعات، يعني ماذا تتوقع زوجتي وأولادي ومديري وجيراني، ماذا أتوقع منهم؟ عندما أكون شفافاً، عندما أعطيهم المعلومات الكافية سيدعموني في تطبيق هذه الخطة المالية. عندما أضيق عليهم في السيارة أو في المعاش
يعرفون لماذا، لأن وعدتهم بإجازة سنصرف فيها 1200 أو 1100 من المال. عندما أقول سأبيع السيارة في هذا الشهر، يعرفون أن في الشهر التالي سأشتري السيارة. عندما يقولون أن الإنترنت ضعيف، أقول لهم بابا آسف ما أقدر أزيد مخصص الإنترنت لأنه خطة المالية تتأثر بذلك. عندما أقول لهم سأعمل إضافي خلال هذه الأشهر، يعذرونني، يعرفون لماذا أعمل إضافي، ليس لأتزوج زوجة أخرى وإنما أحتاج هذا الدعم المالي لكي أسير المعيشة. ما نقدر نقول شيء. أحد الأخوات يقول إحنا نصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. طبعا هذا هو الخطأ اللي كل إحنا شاعدنا، يعني إحنا نصرف بدون أن نعلم كيف أن نسدد ما نصرفه. يعني تصوروا هذا المثال في شركة، في محل تجاري، في مزرعة، في أي محل. أنت تريد أن تدخر للحج، تريد أن تدخر للزواج، تريد أن تزوج أولادك، تريد أن تجدد البيت، تريد أن تسافر إجازة، تريد يا أخي أن تعمل مضيفا لوجه الله تعالى، من أين لك المال؟ تصرف كل شيء في ثم تذهب للاستدانة من الآخرين؟ هذه الخطة المالية تدعم أهدافك، لذلك أنا أسميها إدارة الأهداف، الإدارة بالأهداف في إدارة التدفقات المالية. هذا ما يسمى التدفقات المالية cash flow management، طبعاً ربطها بالأهداف السنوية. طبعاً أنا أستخدم هذا الأسلوب ليست في إدارة الأهداف المالية بالبيت، وإنما بالحسينية بالمؤسسة أستخدم نفس الأسلوب بالضبط. يعني فأحياناً لما تكون الإنكم قليلة، يعني مثلاً ما نسوي ولادة الإمام الصادق مثلاً ويواتي الرسول كل واحد بواحد، اثنين نسوي ندمجهم بولادة واحدة مثلاً، يعني هكذا. أكو برامج مثلاً قد نمزجهم ببرنامج واحد ونخليه بالويكيند بدل ما نسوي واحدة بنص الأسبوع واحدة بنهاية الأسبوع، لأنه الإنكم ما موجود. بس من يجي إنكم نقدر بالحالة نصرف مثلاً أسبوع مثلاً نغير نوعية الأكل، هكذا. يعني برامج نقدم بها هدايا، برامج نقدم بها بس مسابقات، تعتمد على شنو؟ على الإنكم اللي يجي لتلك المناسبة أو الفلوس اللي موجودة عندنا متبقية من المناسبات السابقة. يعني هذه طبعاً قد قسم الأخوان يعرفوها، هذا يسمى باللغة الإنجليزية forecast. بالضبط. بالضبط. ماذا تتوقع من مدخول؟ ماذا تتوقع من مصروف؟ كيف تعمل ميزان المدخول مقابل المصروف؟ كيف تدير العجز؟ وكيف تدير الفائض المالي؟ أحسنتم. أحد الأخوان يقول أسباب توسعة الرزق متعددة أيضا، من أعمال وتسبيحات وصلوات بعيدا عن دقة الأرقام وتفاصيلها، ويرزقه من حيث لا يحتسب. صحيح صحيح، أحسنتم. ولكن الله سبحانه وتعالى، يعني لازم نخلي بلان كذلك، يعني لازم نخطط، والذي يتم الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا خارج إرادتنا، احنا بالإرادة الموجودة عندنا يعني، او بما هو بين يدينا. بعض الأحيان تسمى هذه الهندسة المالية، يعني عملية ضبط هذه التدفقات، مثل تصميم محرك السيارة او تصميم الموبايل الآيفون، عمل هندسي. يجب أن التوقعات وأداء النظام يكون تحت السيطرة. هنا نتكلم عن المال وهو عصب الحياة. نعم هناك بعد غيبي، ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالأخذ بالأسباب. من أسباب الحياة هي إدارة الموارد. المال واحد من الموارد وليس كل الموارد. أحسنتم كثيرا. أحد الأخوة يقول أحسنتم كثيرا، أحسن الله لك أخي العزيز. أي مداخلات أخرى؟ الأسبوع الجاي حنخففها عليكم، إدارة التوقعات إن شاء الله حتكون أقل جهداً وتحدثاً وتوضيحاً، ستكون خفيفة يعني ربع ساعة 20 دقيقة بالكثير. بعد ما فهمتم معي هذا المثال في إدارة التوقعات المالية، إذا أخذها إلى إدارة التوقعات بشكل عام حتكون سهل إن شاء الله. أحسنتم أخي العزيز، حياكم. إذا لم يجد هناك مداخلة أو سؤال،
فنترك لك الكلمة في نهاية هذه المحاضرة أستاذ أسامة اليوم. الله يعطيكم العافية، يسرني جدا التواصل معكم، ويسعدني إن علمتم أنكم استفدتم من هذا الوقت. لا أريد أن أضيع عليكم الوقت أو أصدجكم بالكلام، ولكن هي محاولة لمشاركتكم بعض ما تعلمناه، بل بعض ما أطبقه شخصيا في حياتي، مثل هذه الأداة. صدقا أقول أكثر من 22 سنة وأنا أستخدم هذه الأداة المالية، والحمد لله رب العالمين. عندما أطلب شيء من ربي أقدم الأسباب لذلك الشيء وتتيسر بإذن الله. هناك غيبيات وهناك تدخلات من رب العالمين، إن شاء الله نتكلم عنها في إدارة التوقعات الجلسة الجاية، ولكن نحن مطالبون أن نأخذ بالأسباب، وهذه من الأسباب. رسالة تقول أحسنتم، رسالة تقول تقبل الله منكم وجزاكم الله ألف خير، ورسالة من الدكتور مصطفى تقول أستاذ يعني التوقعات بصورة عامة الأسبوع القادم إن شاء الله. إدارة التوقعات إن شاء الله، نعم، هي مواضيع متسلسلة بالنسبة لي، متسلسلة، يعني يجب أن أوضح هذا المفهوم كي أبني عليه الجلسة التي بعده إن شاء الله، كما يقول الأخ الأستاذ دكتور مصطفى إن شاء الله. إذا لم يكن لديكم شيء آخر، شكرا جزيلا لأخي العزيز الأستاذ أسامة السيف على محاضرة هذا اليوم، حقيقة كانت قيمة، وما أعجبنا حقيقة كثيرا بها هو إدارة كيفية إدارتك إلى العصف الذهني، يعني كانت motivating encouraging مثل ما يقولون، وخليتنا يعني نشترك دون إرادتنا مثل ما يقولون، يعني وهذا the best thing that I have seen today، يعني أفضل شيء حقيقة رأيته اليوم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، وشكرا جزيلا للأخوة الذين شاركوا في محاضرة هذا اليوم. نتمنى منهم أن يكتبون في مجموعة الواتساب حقيقة، يعني حاولوا أن تستفيدون من عندها، تتناقلون أو تتبادلون بعض الأفكار كذلك لتشجيع الآخرين، لأنه أكو كثير من الأخوان ما جاي يشتركون. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، ونلتقيكم في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.